حبيبتي، متى ما أطلق الله لسانك بالدعاء فاعلمي أنه سيعطيك مهما عز مرادك ومهما عظم مطلبك. لكن تذكري، لو صح اليقين لوجدت الطلب. وكم من سمعنا من السلف الصالح من قال أجدها كفلق الصبح دعوة دعوتها في عرفة، وكم رأيناها بأعيننا. فإياك، إياك أن تفرطي في مثل هذه الدقائق الغالية. إياك أن يضيع هذا اليوم بكثرة القيل والقال مع الجوال أو غيره. ويا له من غبن إن كان يعلم أنه يوم تفريج الهموم، ويوم جبر المكسور، ويوم العطايا، ويوم الهبات، ويوم تحقيق الأمنيات، ويوم إجابة الدعوات، ثم يغفل عنه. اجعلي لك قرب لمولاك بصدقة تتزلفين فيها لله. احرصي على أذكارك كاملة منذ الصباح بعد صلاة الفجر، بعد أن تتمين الصلاة على أكمل وجه، فهي خير ما يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى ما افترض عليه. ثم تلك الأذكار التي تكون من القلب مع تمام 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقولينها من أعماق قلبك، تبقين على مصلاك حتى تشرق الشمس، ثم تصلين ما كتب الله لك من الضحى، وأنت ترجينه في سجودك ألا يحرمك وأن يجود عليك في هذا اليوم وألا يجعلك أشقى عباده. ثم أكثري من الذكر والتهليل وقراءة القرآن، خذي شيئا من الراحة لتنشطي في عشية عرفة، حيث ينزل ربنا عز وجل في النهار في عشية عرفة فيباهي بنا ملائكته. فلا تنشغلي عن هذه العشية بشيء سوى بقربك من الله وبحبك مناجاة الله تعالى. وابكي، وإن لم تبكي فتباكي، وقولي يا رب لا قدرة لي على قلبي فأتي به، وقولي يا رب لا قدرة لي على قلبي فأتي به. وابقي في هذه العشية على مصلاك مستقبلة القبلة على طهارة، تستغفرين وتذكرين وتكبرين وتحمدين وتهللين وتدعين وتقرئين وتقولين أذكار المساء كاملة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة حتى تغيب الشمس، على عطايا وهبات ورضوان من الرحمات، فتستقبل يوم الجائزة وأنت فرحة وأنت مستبشرة. وهنيئا لمن خطط من الآن، هنيئا لمن رسم، هنيئا لمن نوى، هنيئا لمن جد واجتهد، هنيئا لمن لم يضع عنه هذه الهبة الربانية من ربه سبحانه وتعالى. هنيئا لكل من كتب الله تعالى لها القبول.